يسعى بعض المنتجين المصريين للاستفادة من النجاحات المتتالية التي حققتها المسلسلات القصيرة خلال اللأونت الأخيرة عبر إنتاج أعمال جديدة من المتوقع عرضها خلال الفترة القصيرة المقبلة على غرار مسلسلات الثمانية واو شقة ستة والجزء الثاني من مسلسل إلا أنا. وتسيطر دراما الرعب والغموض والتشويق على هذه المسلسلات التي نجحت في اجتذاب جمهور المنصات الرقمية بشكل خاص وجمهور التلفزيون بشكل عام خلال السنوات الأخيرة. وتدور أحداث مسلسل الثمانية من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية في إطار من الأكشن والإثارة، ويجسد فيه الفنان المصري أسر ياسين دور ضابط شرطة ينفذ عدا من العمليات الخاصة. ويرجع فنانون من بينهم ريم مصطفى ميلهم للمشاركة في المسلسلات القصيرة إلى اختلاف طبيعة المشاهدة حاليا وتفضيل المشاهدين للأعمال التي تتسم بالإيقاع السريع. وأشارت في تصريحات صحفية إلى أن هذه النوعية من المسلسلات أثبتت قدرتها على جذب الجمهور، كما أنها تعد فرصة للمبدعين وتعكس ثورا للمتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداث مسلسل الثمانية شخصية فتاة تعمل في ملهى ليل وتتعرف على أحد الأشخاص الذين يترددون على المكان. ويتكون المسلسل من ثمانية حلقات، ويشارك في بطولته كل من محمد علاء وخالد نصاوي وغادة عادل ومحمود البزاوي ولارا إسكندر ومنذر رياحنت، ومن إخراج أحمد مدحت. ويقول الناقد المصري خالد محمود لام الشرق الأوسطي إن نجاح المسلسلات القصيرة التي تنتمي لنوعية الرعب والإثارة على المنصات الرقمية العربية والعالمية تسبب في اتجاه كثير من المنتجين المصريين إلى إنتاج أعمال مشابهة، شيرا إلى أن تنفيذ أعمال الرعب لا يتوقف على المخرج أو الفنان أو المصور، بل يتطلب عناصر أخرى مهمة حيث سيضعها المشاهد بالطبع في مقارنة مع الأعمال الأجنبية التي شاهدها على المنصات العالمية. وحتى يستطيع المنتجون توفير كل هذه التقنيات، أرى أنه من المناسب البحث عن موضوعات جيدة ومبتكرة لكي لا تبقى أعمالنا مجرد أعمال مقلدة وضعيفة. وتلعب الفنانة روبي بطولة مسلسل شقة ستة المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية بداية الشهر المقبل. المسلسل المكون من 15 حلقة استعرض منه 3 حلقات أسبوعيا، وتدور أحداثه حول شقة تحمل رقم ستة في إحدى العمارات التي تعيش فيها البطلة مع جيرانها، وتحدث أجواء مرعب داخل هذه الشقة تفاجئ سكان العمارة. ويشارك في بطولة المسلسل هاني عادل وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي ورحاب الجملي وحمزة العيلي وملك قورة، وهو من تأليف سعاد القاضي ومحمود وحيد ورفيق القاضي، ومن إخراج محمود كامل. وشارك في موسم دراما رمضان الماضي نحو 3 مسلسلات قصيرة تنتمي لفئة 15 حلقة، هي أحسن أب بطولة علي ربيع ومسلسل كوفيد 25 بطولة يوسف الشريف، ومسلسل بين السماء والأرض بطولة هاني سلامة ويسرى اللوزي المأخوذ عن الفيلم المصري القديم الذي قامت ببطولته هند رستم وأخرجه صلاح أبو سيف. ووفق صناع دراما مصريين إن المسلسلات القصيرة أسهمت في كشف عيوب الأعمال الدرامية الطويلة لما تحتويه من متن وتطويل بغرض التماشي مع عدد أيام شهر رمضان نزولا على رغبة المعلنين. ويؤكد محمود التجربة أثبتت أن 10 حلقات الوسطى في مسلسلات رمضان تكون الأضعف، شيرا إلى أن إنتاج 10 أو 15 مسلسلا القصيرة أسهمت في كشف عيوب الأعمال الدرامية الطويلة لما تحتويه من متن وتطويل بغرض التماشي مع عدد أيام شهر رمضان نزولا على رغبة المعلنين. ويؤكد محمود التجربة أثبتت أن 10 حلقات الوسطى في مسلسلات رمضان تكون الأضعف، شيرا إلى أن إنتاج 10 أو 15 مسلسلا قصيرا خلال موسم الصيف يعد أفضل من إنتاج 6 مسلسلات طويلة، لأنها ستحقق بذلك تنوعا أمجالا أوسع لمناقشة قضايا متنوعة.
بدورها تستعد الفنانة سهرة صايغ لتقديم بطولة حكاية بيت عز ضمن الجزء الثاني من مسلسل إلا أنا، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل الطاووس بموسم رمضان الماضي. ويشارك في بطولة حكاية بيت العز رشد الشامي وصفاء الطوخي وسلوى محمد علين وسامي مغاوري وتامر نبيل وعصام السقاء وهاجر الشرنوبي وإخراج أحمد يسري. وعرضت القنوات والمنصات الرقمية عدا من الأعمال الدرامية القصيرة خلال الشهور الأخيرة على غرار ليه لئن بطولة أمينة خليل وهاني عادل، وكل أسبوع يوم جمعة بطولة منى شلبي وآسر ياسين، ومسلسل قارئة الفنجان بطولة أحمد فهمي، وما وراء الطبيعة بطولة أحمد أمين، وأنصاف مجانين بطولة أحمد خالد صالح، وإسعاف يونس بطولة محمد أنور، والمكون من 10 حلقات.